الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز من أطاعه وأذل من عصاه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه وتمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة دعا الله سبحانه وتعالى كل الخلق إليها، دعا إليها فرعون وقومه وملأه. قال سبحانه وتعالى حينما أرسل سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون وملأه قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ودعا اليها الكفار والمشركين فقال سبحانه: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. ودعا إليها التوبة الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة وأن لله ولدا وزوجا وأن عيسى ابن الله وعزير ابن الله. دعا الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة جميعا فقال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا المنافقين إلى التوبة فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المؤمنين إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل كان من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا أن يعلنوا التوبة إلى الله ويطلبوا من الله أن يتوب عليهم. قال سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله فاني استغفر الله في اليوم اكثر من 100 مره عليه الصلاه والسلام. التوبه دعا الله إليها كل الخلق، دعا إليها المرسلين والمؤمنين والكفار والمشركين والمنافقين، دعاهم هؤلاء جميعا وفتح لهم باب التوبة آناء الليل وأطراف النهار. ومعنى التوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إصلاح ما بينك وبين الله. وكل شخص فينا يعلم الأخطاء والذنوب التي يرتكبها والأخطاء التي يخالف فيها ربه سبحانه وتعالى. قال ربنا:
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عارف كل واحد فينا عارف إيه الأخطاء اللي بيعملها، إيه الذنوب اللي بيرتكبها، بيأكل ربا ولا بيأكل حلال، ما هي هل عق الوالدين أو وصل الرحم. كل واحد فينا يعرف أمره ويعرف حياته ويعرف سلوكه ويعرف يخالف الله في أمر أم لا يخالفه. فعليه إذا أراد أن يتوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويصلح ما بينه وبين ربه. ولذلك قال العلماء في شروط للتوبة هي الإقلاع عن الذنب، يعني المتهم في الصلاة تارك الصلاة لا يصلي، إذا أراد أن يتوب يصلي يقلع عن الذنب ويندم على ما فات من الوقف والزمن، وكذلك يعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وإن كان الذنب متعلق بحقوق العباد أو بحق الله عز وجل يسدد ما عليه لربه وللعباد قبل أن يلقى الله عز وجل. في وقت محدد للتوبة بكل إنسان، يقبل الله التوبة من العبد ما لم يغفر. قال ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن التوبة تقبل قبل الغرغرة. قال يحكي لنا عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن دلوقتي كي تتوب، الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية. يعني الإنسان تقبل توبته ما لم تأتيه حالة احتضار، يقبل الله توبته، لكن إذا جاءت حالة احتضار فلا قبول للتوبة، خلاص فات وقت التوبة، انتهى بالنسبة لك. كذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها، قال ربنا سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إذا طلعت الشمس من المغرب والعياذ بالله تعالى في وقت يعلمه الله خلاص لا قبول للتوبة، أغلق باب التوبة والعياذ بالله تعالى. كذلك إذا وقع العذاب بقوم عصاة لله عز وجل كفر أو غير المسلمين ولاحظوا العذاب فلا تقبل توبتهم. قال ربنا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، خلاص فات وقت التوبة. فلما رأوا بأسنا رأوا عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال ربنا: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا الإنسان عليه أن يسارع بالتوبة، يسارع بالرجوع إلى الله عز وجل، لأنه لا يعلم متى يأتيه ملك الموت، متى يحتضر. عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه سبحانه وتعالى. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا عبادي أقبلوا علي وتوبوا إلي. سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أعظمه الذي فتح لنا باب التوبة ويقبل التوبة من عباده إذا تابوا إليه. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله جل وعلا
أن يهديني وأن يهديكم سواء السبيل، وأن يتوب علينا وعليكم بفضله وكرمه ورحمته، وأن يرزقنا فضل الموت توبة نصوحة، وأن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتعالي عن المشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي المعتبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه وتبع السكت سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربما يأتي رجل الشيطان يضحك عليه، وأنت ماذا فعلت؟ أنت تصلي وتصوم وتحج، لماذا تتوب؟ يعني أنت عملت إيه عشان تتوب؟ لماذا تتوب؟ ماذا فعلت من الذنوب حتى تتوب؟ هذا القول وهذا الإحساس كبير من الكبائر، لأنك مهما عبدت الله عز وجل وقمت بطاعته حتى قيام هذا بالنسبة لنا جميعا أمر مستحيل نحن نقوم بعبادة الله كما ينبغي. لا شك في تقصير وفي يعني أشياء كثيرة تقع منا وأخطاء، فهذا الإحساس إنك ما عملتش حاجة هذا كبير، لأن الإنسان مهما يعمل من الخيرات وفعل الصالحات هو مقصر. وأفضل دعاء وأعظم استغفار الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمك منك مهما تعمل مقصر بطاعة ربك سبحانه وتعالى. أعظم دعاء وأفضل استغفار وسموه سيد الاستغفار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذه فقط يا رب، أنا مقصر ضعيف لا أستطيع أن أفعل غير ذلك، أنا بتقيك على قدر طاقتي، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، فأنا مقصر وأنا ضعيف وأنا تقع مني أخطاء وذنوب، فأنا مقصر في حقك يا رب العالمين، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليك، أعترف بأني كلي وما أملك من فضلك، كلي وما عندي من أبناء وسكن ووظيفة ومال ملابس وطعام وشراب، كله من فضلك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بأني مذنب وأني مقصر، وأني مهما فعلت لا أستطيع أن أقوم بعبادتك كما ينبغي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر كثيرا، لأنه مهما يعمل هو مقصر، يقع منه التقصير، مستحيل أن يعبد الله كما ينبغي. فإن حملة العرش كما ثبت يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق العبادة. حملة العرش ملائكة اللي عملوا من التسبيح والذكر والسجود لله جل وعلا في كل وقت وحين، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، عملهم الذكر والعبادة، ومع هذا يقولون: سبحانك ما عبدناك حق العبادة، نحن مقصرون في عبادتك. هذه هي الملائكة الذين يحملون العرش: سبحانك ما عبدناك حق العبادة. فالعبد مهما يعمل من الخيرات، اولا ما يعمل هذا بفضل الله، اذا ربنا وفقك ببر الوالدين والدعاء لهما وصله الارحام واكرام ارحامك والاحسان الى الناس والصدقه والزكاه والانفاق في سبيل الله عز وجل ومساعده الناس بكل ما تستطيع، هذا كله من فضل الله الذي وفقك لهذا ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى.
فأنت مهما تعمل فاعلم أنك مقصر في حق ربك، وأنك مهما فعلت لن تساوي نعمة واحدة من نعم الله عليك. لو سجدت عمرك كله سجدة واحدة لله حتى تلقاه سبحانه ما أديت حق الله سبحانه وتعالى مقابل نعمة واحدة من نعمه عليك. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم الإحساس بالنعم والإحساس بالتقصير وأننا مقصرون في حق ربنا سبحانه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا وأهله آمنين وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان مريضا فاشفه واعف عنه، ومن كان ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم امين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عبد الله يحكم الصلاه. ان الصلاه Thank you.